ما تنسوش تسيبوا لايك الفيديو، تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات علشان ما تفوتوش أي فيديو من فيديوهاتنا. زي ما شفنا قبل كده في 2013 وقت بداية الجيل الحالي، مايكروسوفت وسوني حالياً في مواجهة شبيهة جداً مش هتنتهي قريب، على الأقل لحد إصدار المنصتين في آخر السنة. ولكن على عكس المواجهة اللي فاتت وقرارات مايكروسوفت المخيبة للأمل أثناء إطلاق الأكس بوكس 1، الشركة شكلها المرة دي هتلعبها صح من الأول مع الأكس بوكس سيريز أكس، واللي مخلينا مترقبين لمنافستها مع سوني وبلاي ستيشن 5. أهلاً وسهلاً بيكم، أنا هيا برهان من IGN Middle East. مقدمة الفيديو مش قصدنا بيها إن الأكس بوكس 1 يعتبر إخفاق، بالعكس ده فيه مزايا كتيرة جداً جديرة بالذكر. ولكن مقارنة بمبيعات البلاي ستيشن 4 واللي اتباع منه حوالي 68 مليون وحدة أكتر من وحدات الأكس بوكس 1 اللي اتباعت، المنافسة في النقطة دي شبه مش موجودة، لأن واضح من الأرقام إن مفيش مقارنة أصلاً. المشكلة في بداية الجيل الحالي إن مايكروسوفت معرفتش تسوق للأكس بوكس 1 صح، وكانت قراراتها اللي أعلن عنها في E3 2013 أغلبها غلط، من أول تسعير الكونسول المبدئي اللي كان أغلى من بلاي ستيشن 4 بمية دولار، لحد نظام الترخيص اللي كانت هتعمله على نسخ الألعاب واللي كان هيمنع اللاعبين من تجارة الألعاب ومشاركتها ما بينهم وما بين بعض. لما نجري الشريط ل 2020 تاني، واضح دلوقتي قد إيه مايكروسوفت اتعلمت من أخطائها، وإنها في وسط اللايف سايكل بتاعة الأكس بوكس 1 قررت تبني أساس لمنافستها عن طريق تزويد الكونسول بخصائص جديدة برا نطاق البلاي ستيشن 4 وبرا نقاط قوة سوني. اكس بوكس جيم باس هي خدمة الاشتراك الخاصة بمايكروسوفت اللي بتوفر أكتر من 100 لعبة للمشترك، والخدمة دي ما هي إلا ضربة ساحقة علمت على خدمة بلاي ستيشن ناو الخاصة بسوني اللي كانت متوفرة من قبل الجيم باس بحوالي 3 سنين. خدمة الأكس بوكس جيم باس ما جابتش أكتر من 10 مليون مشترك من فراغ، فبالفعل قيمة الاشتراك قصاد اللي بتدفعه عالية جدا. أول شهر اشتراك تكلفته دولار واحد بس، قبل ما يثبت على حوالي 10 دولار للشهر على الأكس بوكس و15 دولار للشهر لخدمة أكس بوكس جيم باس ألتيميت اللي بتغطي كل من الأكس بوكس وكمان البي سي. غير قيمة الفلوس اللي بتدفع، الألعاب اللي موجودة من ضمنها أسامي تقيلة قوي زي Gears 5، Forza Horizon 4 و Red Dead Redemption 2. اللعبة الواحدة من دول لو اشتريتها هتكلفك 60 دولار، بس مع خدمة الجيم باس كأنك أخدتها مجاناً. بغير الأكس بوكس جيم باس عندنا Project X Cloud، خدمة الكلاود جيمينج الخاصة بمايكروسوفت اللي ادت الشركة مركز في حلبة منافسة تانية خالص، خدمات بث الألعاب من على الكلاود. فمايكروسوفت عندها فرصة قوية لمنافسة خدمات أخرى زي جوجل ستيديا وإنفيديا جي فورس ناو، بالذات إن مايكروسوفت وعدت إن هدفها في الآخر هيبقى توفير أكتر من 3000 لعبة أكس بوكس وبي سي. على الرغم من إن الخدمة دي لسه في مرحلة العرض العام أو البريفيو ومتاحة في دول قليلة زي أسبانيا والسويد وإنجلترا، ولكن تفاؤلنا لمستقبلها زايد لما عرفنا إنها عندها إحدى أكبر شبكات مراكز البيانات في العالم، وممكن توصل للي خدمة جوجل ستيديا ما قدرتش توصل له من نجاح. هدف مايكروسوفت الأساسي من خدمة الأكس كلاود هي السيطرة التامة على جميع أنواع الأجهزة، لدرجة إن مستخدميها ينسوا سوني وبلاي ستيشن 5 من سهولة إمكانية الوصول للألعاب من أي مكان في أي وقت. غير الخدمات، مايكروسوفت أكيد مش ناوية تغلط نفس الغلطة تاني، ومفروض تكون بتخطط لتسعير الأكس بوكس سيريز أكس برقم تنافسي وواقعي للتكلفة وقدرة الشراء. نأمل إنه ما يبعدش كتير عن سعر البلاي ستيشن 5، أو ممكن مثلاً يوفروا بدائل بسبكس مختلفة وبالتالي أسعار مختلفة، زي ما عملوا مع الأكس بوكس 1، الأكس بوكس 1 X، الأكس بوكس 1 S، والأكس بوكس 1 S All Digital Edition، علشان لو الكونسول الأساسي تمنه غالي يبقى لسه في فرصة لجميع اللاعبين لاقتناء السيريز X. بالعكس ده لو مايكروسوفت قررت تعمل All Digital Edition احتمال تقوي قدرة منافستها للبلاي ستيشن 5 بشكل كبير لو سعره طلع أرخص، بالذات إن في الزمن ده أغلبنا بيعتمد أكتر على النسخ الرقمية. بما إن كلامنا عن مايكروسوفت زاد بسبب كفاءة خدماتها الحالية والتطور الملحوظ اللي حصل للأكس بوكس 1 من ساعة إصداره، تعالوا ندي سوني وقتها في حتتها المميزة. من وجهة نظر لاعبين وناس كتير، جرت العادة إن الشركة اللي عندها أقوى مجموعة ألعاب هي اللي بتكسب الحرب، ومن ساعة ما منصة الأكس بوكس ظهرت في تاريخ صناعة الألعاب ومايكروسوفت متأخرة عن سوني في مجال الحصريات، وإحنا وسوني عارفين كده كويس، وعلشان كده سوني فضلت متمسكة جداً بالcompetitive edge أو الميزة التنافسية دي من زمان جداً لحد دلوقتي، لدرجة إنها تقريباً ما حاولتش تطور من البلاي ستيشن 4 وخدماتها بشكل ملحوظ، لأنها هي عارفة شاطرة في إيه ومركزتش غير عليه. God of War، Marvel Spider-Man، Uncharted 4 و Horizon Zero Dawn
دول أربع أمثلة فقط من حصريات البلاي ستيشن 4 اللي أصدرت. مجرد من نسمع أساميهم بنمدح ونحيي سوني على مجهودهم في الألعاب دي، وبسببهم لا تزال سوني مسيطرة على مجال الحصريات للحظة دي. بس ثانية واحدة، هل التمسك بالإكسكلوسيفز كافي لسوني علشان تكسب حرب الكونسولز الحالية؟ بيتهيأ لنا بقاء سوني في الكومفورت زون دي من غير ما توسعها مش أذكى قرار، بالذات إن مايكروسوفت بدأت تشتري شركات تطوير أخرى علشان يبقى عندها استوديوهاتها الخاصة زي ما سوني، أو بمعنى أصح بلاي ستيشن ستوديوز، مالكا نوتي دوغ، سانتا مونيكا ستوديو، وإنسومنيا جيمز وغيرهم. في 2018 لوحدها مايكروسوفت اشترت 6 استوديوهات مش هينين، وحالياً اكس بوكس جيم ستوديوز مكونة من 15 شركة مطورة، منهم بلاي جراوند جيمز، نينجا ثيري، دبل فاين، وأوبسيديان انترتينمنت. الأصح لسوني انها تشوف ميزة تنافسية تضمها للبلاي ستيشن اكسكلوسيفز، لأنه جرأة وسرعة توسع اكس بوكس جيم ستوديوز هيزود من التنافس اللي ما بين الشركتين، بالذات ان كل استوديو من اللي مايكروسوفت اشتريتها لحد دلوقتي بيقدم حاجة مختلفة عن الباقيين. فبدل ما كنا بنسمع عن هيلو، جيرز اوف وور، وفورزا بس كحصريات للاكس بوكس، في المستقبل القريب هنبتدي نسمع اسماء وفرانشايزز اكتر. لحد دلوقتي سوني هي ليها النقطه بالنسبه للحصريات، بس لازم تاخد بالها وتفكر في استراتيجيز اضافيه للسنين القادمه. فعلا لازم تفكر جديا في تحسين او تزويد خدماتها علشان تعرف تواجه مايكروسوفت. حاجة كمان كنا فاكرينها ممكن تساعد بلاي ستيشن 5 في الفوز بمواجهة لسه حاصلة من أيام، وهو إعلان أبيك جيمز لأنريل أنجن 5 على البلاي ستيشن 5 in real time. زميلنا خالد حكالكم تفاصيل عنه في فيديو من قريب، لو فاتكم روحوا شوفوه. استعراض المحرك على البلاي ستيشن 5 كان مبهر، وده ادالنا انطباع ان قدرات البلاي ستيشن 5 هتسمح لنا باننا نشوف نسبة أعلى بكتير من واقعية وتفاصيل الجرافيكس والإضاءة أو الفيجوالز بشكل عام. ولكن اللي عرفناه ان Unreal Engine 5 بيدعم الاكس بوكس سيريز اكس كمان، واللي ما يثبت لناش ان بلاي ستيشن 5 ليه نقطة مضمونة برا الحصريات لحد دلوقتي. زي كل المواجهات اللي فاتت وحصلت ما بين المنصات المختلفة على مدار الأجيال، دايماً وجهات النظر بتختلف على مين كسب ومين خسر، بالذات إن في عناصر كتير قوي لازم تتخذ في الاعتبار. ولكن من أمتع النتائج اللي بنشوفها بعنينا هي لما الخاسر في جانب معين بيصلح غلطاته ويكبر من نفسه مع مرور السنين. سواء مايكروسوفت أو سوني كسبت الجيل القادم، إحنا عارفين إن لحد دلوقتي كل واحد فيهم ليه أدج عن التاني، وإن منافستهم مش هتخلص جيل ورا التاني. يا ترى انتم شايفين مين ليه امكانيه الفوز الاعلى، وايه اللي ممكن مايكروسوفت او سوني تحسنوا علشان تضمن انها في الصداره؟ ما تنسوش تقولوا لنا في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا بالقناه علشان ما يفوتكمش فيديوهاتنا. للمزيد عن عالم الالعاب والترفيه تابعونا على IGN Middle East.